ثانيه به اللي هو اللي كان بيلعب في نادي الترسانه اخرج المقاولين. كره خطيره جدا يطلع محمد صبحي من جوله. مباراه اتعقدت كده في خلال 3 4 دقائق. نبيل دونجا، عبد الله السعيد، عبا لناصر ماهر، لعبد الله مره ثانيه. مرة تانية عمر جابر وحاجات كده حقيقة يعني مش عجباني يعني. حكم المباراة لازم يسيطر على هذه المباراة، وأجواء يعني كانت بادية المباراة حلوة وشكل حلو، مش عارف صراحة. وأنت جاي ليه يا صبحي؟ يعني أنت جاي ليه كده لغاية هنا؟ وأنت رخر الجول فرج شوقي يعني جاي، يعني ده في نص الملعب تقريبا، ايه اللي جاب حارسها المرمى؟ واحد من اليمين وواحد من الشمال، عامل له 50 يارده بيجري على الخناقه، يعني بصراحه حاجات كده غريبه واقع على الارض اهو. شيراز محمد، اللعيبه اللي عملوا ماتش كويس، مش محتاجه كل الكلام ده خالص بصراحه. عمر عادل اهي الكوره، بصوا الكلام ده حلوة المشاهد دي الحقيقة. ادي وقع اهو شيراز، اللاعب الافريقي المحترف في فريق بوكسي اهو. شيراز اهو، شيراز احمد من اللعيبه الصراع، اللي يبص على النتيجه كده ما يصدقش ان 3-0 في 8 دقائق فجاه ينتفض فريق بروكس. كان عنده كمان انفراد، يعني كان كانفراد يطلعوا صبحي ببراعه من نفس الضربه الركنيه ضربه جزاء. وادي